نروح للموضوع الرابع. إذا حضرتوا ديربي مانشستر بتعليق عربي، أكيد لاحظتوا إنه المعلق ركز بنص المباراة على رياض محرز والنص الثاني على المباراة. في انتظار ابتسامة ثانية، أنت ستحتاج لرياض يا جوارديولا إن كان آجلا أم عاجلا. يستعد للدخول الآن، لماذا لم يأتي رياض محرز كذلك؟ لا نعرف لماذا ولماذا بالنسبة لبيب جوارديولا. هذا الكل بدون رياض محرز، فما بالك لو كان الجزائري حاضر. وأكيد كثير منكم بتذكر كيف أحد البرامج في قناة بي إن سبورتس الناقل الرسمي للدوري الإنجليزي ركزت بشكل مبالغ فيه على عدم بدء محرز إحدى المباريات، وتم وصف جوارديولا بالعنصري. أيضا تم التركيز والتضخيم والتهويل من لقطة جوارديولا عملها مع نص لاعبين كرة القدم لما يعمل حاله معصب وبيشرح للاعب شوية تعليمات أمام الكاميرات، ولكن تم التركيز عليها كأنه جوارديولا ما فيش عنده إلا رياض محرز، وكأنه جوارديولا عاجز تماما يقول لمحرز ما بدي إياك بالنادي وأطلع، وكأنه الإدارة حتقول لجوارديولا لا إحنا منمشي كلمتنا، وإحنا عارفين إنه إدارة السيتي متجاوبة متفاهمة تماما مع بيب جوارديولا، لو ما بده لاعب حيبيعوه. لازم أوضح، أنا بحب محرز كثير، وأنا شخصيا كمشجع اليوفي بتمناه في اليوفي صراحة، وبأمرات كثير بحس لو يجي عندنا حيفرق معنا بمواقف تقنية مهمة في مباريات مهمة، لأنه لعيب تقني مهاري ممتاز عنده كثير. وأنا من الناس اللي بحب أيضا أشوف أي إنسان ناجح، ولما أشوف شخص عربي ناجح بمستوى عالمي بكون مبسوط جدا وسعيد له جدا. بس صار تكرار الموضوع على إنه محرز يتم تهميشه ويتم تحطيمه من جوارديولا متكرر بشكل ممل، وهذا كلام غير صحيح، رغم إنه سهل تحكي والناس تزقف لأنه إحنا طبيعتنا عربية زي ما بنعرف. يعني لازم نكون واقعيين شوي، محرز لقبل الديربي لاعب ما يقارب 900 دقيقة، ولو شلنا المدافعين والحارس في المان سيتي حيكون ثالث أو رابع أكثر لاعب لعبا للدقائق بالفريق. ولما جيتي تتذكر إنه بعض المراكز ملهاش عمق بتشكيل السيتي ومركز محرز عليه كثير بدائل، بتقول الوضع طبيعي. أيضا رياض محرز هو الأساسي دائما في دوري الأبطال، وللعلم بينه وبين الناس هدول اللي في مراكز مش الدفاع لاعبين أكثر منه 100 دقيقة كان مش أكثر، يعني حيعوضها بمباراة أو مباراتين ويصير دائما من التوب استخداما فأي ظلم وأي استهداف. للعلم أنا ما بتكلم عن معلق واحد، كلهم أسادسنا، كلهم تعلمنا منهم وكلهم بيعلمونا دائما، بس في قضايا لازم نمشي عنها خلص عادي، نفهم إنه المدربين هدول زي ما بيعاملوا محرز بيعاملوا فيران توريس بيعاملوا أي لاعب من أي جنسية ثانية، مش المسألة عندهم عادة والله هذا عربي. يعني خلينا نخلص من هذه النظرية من استهداف نفسنا بنفسنا، والناس فعلا بتعاملنا على أساس تاني تماماً.